في خلال الفترة الأخيرة، بتكلم على 10 أيام الأخيرة، هل الشكاوى من عدم وجود سلع أو زيادة أسعارها قلت كتير زي ما حصل على بقية الحمد الجمهورية لله. ولا لا ده الوضع؟ طبعا قلت جامد جدا جدا، وكان فتحنا يمكن سيادتك زي ما سيادتك اشرت كده، افتتحنا معارض اهلا رمضان، واحنا عندنا برضه معارض لوجستيه خاصه بالمحافظه نفسها، معارض كبيره جدا. فطبعا بالتعاون مع وزاره مع مديريه التموين ومع الغرفه التجاريه ومع تجار محترمين بتوع مطروح، عملنا معارض ان شاء الله تليق باهالينا في مطروح وباسعار تقل عن مثيلتها ب 20% خارج هذا السوق. وده الكلام دوت بيجيني يوميا، السعر داخل السوق اللي احنا عاملينه وخارج السوق قد ايه، وعندي ناس رقابه على هذا الموضوع من تفتيش المال والاداره عندي من دول عام المحافظه يعني. طيب والحمد لله نسيت القبول والناس مرتاحه، وانا قابلت ناس بره وكلمتهم وشفتهم وشاريين من الاسواق، فكنت سعيد جدا جدا برضاهم. وده اهم حاجه عندنا، وده يعني اتجاه الدوله ان احنا طيب نوفر حياه كريمه للمواطن ونخفف الاعباء عنه. طيب عشان انهي هذه النقطة حضرتك، يعني احنا ان شاء الله بعد رمضان مباشرة هيبقى بدأنا في شهر مايو، نعم وفي نص التاني من مايو بيبدأ تدفق الضيوف عندك، نعم والضيوف زي ما حضرتك ذكرت عددهم كبير، نعم يعني بنوصل في الذروة لخمسة او ستة مليون. طيب هل في الاستعدادات قائمة من الآن لتوفير السلع في ظل الأزمة الأوكرانية؟ ممكن مش هتخلص أثارها بسرعة يعني، تمام. لكن هل بالفعل هناك جهود لمواجهة هذا العدد الضخم اللي هيبتدي يجي من شهر مايو أو يونيو؟ بالظبط، ده تخطيط موجود مع الغرفة التجارية ومع التموين، وزارة التموين ومدير التموين في مطروح، وفي على طول اتصال مستمر، ودايما المخزون عندنا أول بأول بيستعوض اللي تم الصرف منه، بيستعوض اولا باول. والحمد لله احنا يمكن لنا تجربه الصيف اللي فات ما فيش كانت شكوى يعني، حتى العيش اللي كان بيتباع في الافران بالخمس قروش، وكان المصيفين بييجوا وطبعا معهمش البطاقه بتاعتهم على اماكن تانية، كنا بنطلع نفس السعر خمس قروش. ما كانش في ازمه يا سياده كان في المحافظه، ازمه خاصه انا كنت بالطاقه هسال العربيه السؤال ده بنفس فعلا، ده يعني العدد حقيقة. اضخم عدد بتاعي جالك السنه اللي فاتت بالظبط كده وما حصلش بالظبط، اي لا نقص ولا زياده بفضل اسعار. الله الحمد لله يعني، الحمد لله، وان شاء الله نستمر على ذلك تماما يعني ان شاء الله. واحنا مستمرين في فتح الاسواق برضه وبندعم، وان شاء الله لسه في سوق جديد ان شاء الله هيتفتح في منطقه اسمها بتاع عالم الروم، على غرار السوق اللي سيادتك اشرت اليه، وسوق تاني بتعمل حاليا دلوقتي امام ديوان عام المحافظه حاليا دلوقتي، ان شاء الله يفتتح يمكن غدا او بعد غد. فالحمد لله انا شايف يعني الحمد لله الاسعار مستقره، والناس الحمد لله حتى اللحمه برضه كانت يعني، والحمد لله برضه نزلت دلوقتي وفي رضا شويه احسن من الاول بكتير يعني. ممتاز. طيب انا عايز انقل مباشره على المشروع القومي الكبير، نعم، مبادره سياده الرئيس للريف المصري حياه كريمه، ومرسى مطروح ثمان يعني ثمان مراكز وعدد من القرى. انا الحقيقه استعرضت عدد من المعلومات اللي عندي، بس عايز اعرف من حضرتك بدقه المرحله الاولى في حياه كريمه لمرسى مطروح، لمحافظه مطروح عفوا، شملت كم قريه، ومتبقي في المرحلتين التانيين كم قريه؟ انا عايز اقول لسيادتك بس ان احنا يعني مبادره حياه كريمه بدات عندنا من خلال وزاره التنميه المحليه من 2019 في المرحله الاولى خالص. ده المرحله الاولى خالص تمام بالظبط كده 2019 و20 وبعدين 2021، وكان دي المرحله دي شملت حوالي 11 قريه بالظبط. والحمد لله تم الانتهاء من جميع المشروعات داخل هذه القرى بنسبه 100%. عظيم. طبعا القرى ديت يعني تم فيها عمل كل الحاجات، مثلا وحدات صحيه تم فيها طرق، تم فيها انشاء ورفع كفاءه منازل لعدد 134 منزل. طبعا تم انشاء ما يقرب من 48 خزان ميه، لان سيادتك عارف ان احنا محافظه بتعتمد على مياه الامطار، صحيح، فبيهمنا جدا تخزين مياه الامطار يستفيد منها اهالينا في عدم وجود مياه. في فاحنا عملنا 48 خزان لاهالينا في القرى برضه، ساعه الخزان 24 منهم ساعه 150 متر مكعب، و24 ساعه 100 متر مكعب فيه. وكذلك انشانا عدد جدا من الابار، يمكن انشانا 100 بير نشو، وتطهير الابار الرومانيه اللي كانت موجوده. ده كل ده في يعني في قطاع اللي هو مياه الشرب. يمكن برضه في سيوه كان عندنا قريه اسمها قريه المراقي، عملنا فيها مشروع لتنقيه مياه الشرب من ازاله مياه الحديد والمنجليز لتكون مياه صالحه للشرب، يمكن ساعه 5000 متر مكعب في اليوم. تمام. والاستفاده من باقي الخزان القديم في مياه الري.
برضه بالاضافه طبعا للصرف الصحي، بالنسبه لقطاع الشباب والرياضه انشانا ملاعب وانشانا مراكز شباب رياضيه وطورنا مراكز الشباب كانت قائمه. في قطاع الصحه انشانا وحدات صحيه يمكن في سيدنا هود في مدينه الحمام، في زاويه العوامه نفس الكلام، ويمكن انشانا وحده محليه في وتطويرها في قريه زاويه العوامه بمدينه الضبعه، تمام. وانشانا فيها مركز تكنولوجي اول مركز تكنولوجي على مستوى القريه يتعمل، الاول وده كان بدعم من وزاره التخطيط الحقيقه يعني. ده في ال 11 محافظه اللي هم في ده 19 في ال 11 قريه اللي في الاولين خالص. قريه عفوا. يعني المرحله اضم سيادتك بقى ان احنا حاليا دلوقتي من خلال وزاره التنميه المحليه الحمد لله تم الموافقه على ادراج 23 قريه ثانيه جديده، وحاليا دلوقتي معانا لجنه من وزاره التنميه المحليه بقى لها 3 ايام معانا موجودين هنا في المحافظه وبيلفوا على هذه القرى، وبنعمل حوار مجتمعي بحيث ناخد كل مطالب الناس، يبقى من خلال تلبيه مطالبهم وايه اللي هم عايزينه، وده شغالين فيه حاليا دلوقتي فعلا. وكده هيصبح اجمالي القرى اللي داخله بوادي الحياه الكريمه عندنا 34 قريه من اجمالي أيوة. 56 قريه في المحافظه كلها. يعني ده كده حوالي 60% من فوق القرى. بالظبط كده، فوق 60% بالظبط كده. 60% فان دول شاء الله طبعا. هينتهوا امتى يا فندم؟ يعني ال 4 ال 23 23 قريه دول ده اللي احنا لسه حاليا دلوقتي بنفصل احتياجاتهم وحاجتهم ان شاء الله. وطبعا وزاره التنميه المحليه معانا ان ده تحت اشراف وزاره التنميه المحليه، وحده الحياه الكريمه المركزيه اللي موجوده في وزاره التنميه، ومعانا لجنه حاليا دلوقتي وزاره التنميه موجوده معانا، وبنجمعنا كل رؤساء القرى بالكامل 23 رئيس قريه ومعاهم رؤساء المدن بتاعتهم، وبنعمل حوار مجتمعي دلوقتي وبيمروا على القرى نفسها عشان يشوفوا المطالب احنا حاطينها واللي احنا جايبينها، وبيناقشوها مع الناس بحيث فعلا تعود بالنفع العام، وزي ما قال سياده الرئيس نخش المكان نطلع منه ما نرجعلوش تاني.